أسعد الله صباحكم متابعين ومتابعات قناة شوفت في مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة قنيطرة. كيف ما كتشوفوا معنا في العنوان الأجواء باردة وكاين برد بزاف في مدينة قنيطرة في هذا الصباح. الله يرحمنا بشي شتا ويعطينا أمطار الخير يا ربي ونسعد علينا بالخير يا ربي. كيف الأجواء عندكم في مدينتكم؟ كنتمنى أنكم تشاركوا معنا في هذا الصباح. كيف الأجواء عندكم؟ صباح الخير مرة أخرى لكل اللي التحق بنا في هذا الصباح. سي محمد صباح الخير، مرحبا بك معنا ومرحبا بسي سعد. حتى في مدينة قنيطرة سي سعد، ف مدينة قنيطرة كيفما كتقول السميقلي، حتى في مدينة قنيطرة كيفما كيقول لنا سي سعد، كيقول لنا راه الحاجة فيها البرد بزاف. وكذلك في مدينة قنيطرة كاين واحد البرد خطير في هذا الصباح، زعما صراحة بزاف يا كيفما عندنا في الهدف الهاتف كيقول بأن درجة الحرارة الآن فهي 9. إذن كيفما كتشاهدوا وكيفما تتابعوا معنا المتابعين الأفاضل، اللهم آمين يا رب العالمين. لا ملك صباح الخير، الله يسعد الصباح. مولاي محمد مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر، مرحبا بكل المتابعين اللي التحقوا بنا في هذا الصباح، فصباح الخير عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة قنيطرة اقليم تيزنيت وتفرات. ومرحبا بالنادي اقليم تيزنيت وتفرات. كما كتشاهدوا معنا الأجواء باردة في مدينة قنيطرة، درجة الحرارة 9 على حسب الهاتف ما كيقول، وبرنامج الهاتف كيقول بأنه درجة الحرارة الآن في 9 دوغري. اللهم آمين محمد أيد الزهراء، اللهم آمين يا رب العالمين يا ربي. مرحبا سي رشيد ومرحبا بكل اللي التحق بنا في هذا الصباح. سراج ان شاء الله ما وقع والو، وقع كل خير، غير حنا الجوله الصباحيه كنديروها كل صباح من جميع المدن المغربيه. حنا اليوم كنت بمدينة قنيطرة، هذه جولة صباحية لمدينة قنيطرة في الشوارع المدينة قنيطرة. درجة الحرارة بالنسبة لمدينة قنيطرة حاليا 9 دوغري. وانتم شنو المدينة وكيف الأجواء عندكم في مدينتكم؟
كذلك كيف ما كتلاحظوا معنا كاين حتى الضبابة قوية، إلا حتي ولكن حتى الضبابة هانتوما كيف ما كيشاهدوا معنا. صباح الخير أم سهيب، مرحبا بك معنا ومرحبا بسي سهيب. كيقول لنا السي راشد راه في أكادير كذلك كاين البرد، ولكن كنظن أن البنيط راه كثر وكثر. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل، متابعين قناه شوف تي في قناه الشعب، هي جوله صباحيه في مدينه القنيطره، اهم الشوارع ديالها، درجه الحراره في مدينه القنيطره حاليا 9 دوغري او 9 درجه. كاينه ضبابة في هذا الصباح، فهذه مناسبة كنقول حتى للناس السائقين ردوا بالكم، كاينه ضبابة قوية وطريق السلامة إن شاء الله للجميع، وعمل موفق إن شاء الله اللي غادي للعمل ديالو أو اللي بدا العمل موفق إن شاء الله. وبالنسبة للتلاميذ والطلبة الله يعطيهم النجاح إن شاء الله، يكون الموسم 2022/2023 إن شاء الله يكون موسم النجاح إن شاء الله والازدهار. إذا ما بقي لي أن نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقاو في لايف آخر إن شاء الله، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.